فكروا بالتفاوض ويجب أن تفكروا قبل فوات الأوان. هكذا قالت الولايات المتحدة لأوكرانيا بينما تتغير الأوضاع في أرض المعارك. فما الذي يجري وروسيا ترد؟ نحن إلى هذه اللحظة لم نستخدم قوتنا، والكيان الإسرائيلي في موقف صعب أمام موسكو، والاقتصاد الروسي في تصاعد غريب، الصين تستعرض أقوى الطائرات أمام العالم وتجرب سربا من المقاتلات فوق تايوان، وحلم الجيش الأوروبي في مهب الريح، والمسؤولون الأمريكيون يراقبون العراق بينما يغربل الجيش العراقي نفسه من أصحاب الأوزان الزائدة، وأمريكا تضع الصهاينة على قوائم الإرهاب، وفلسطين ترحب. أمريكا تطلب التفاوض مع روسيا. لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن اليوم أو غدا سيعلم الجميع أن الحرب التي بدأت بالصواريخ المرعبة سيطفئها توقيع على طرف ورقة، ومن هذا المنطلق أعلنت أمريكا. وخلال اجتماعه الأخير مع زيلينسكي، اقترح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عليه أن يفكر في مواقف تفاوضية واقعية بحسب وول ستريت جورنال. ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين الغربيين قوله: نقول للأوكرانيين إن الأمر متروك لهم ليقرروا متى سيبدأون محادثات سلام، لكن سيكون من الجيد أن نبدأها مبكرا. نعم يا أصدقاء، فالولايات المتحدة وحلفاؤها يشعرون بالقلق من أن دعم أوكرانيا سيهلكهم اقتصاديا وسيقضي على مخزونهم من الأسلحة، وبعيدا عن الأسلحة كذلك نتائج العقوبات السلبية كاستيراد الغاز بأربعة أضعاف. فهل تحاول واشنطن التملص عن دعم كييف بسبب كل تلك الخسائر؟ خسائر واشنطن تقابلها أرباح موسكو، ورغم العقوبات الغربية القاسية منذ 9 أشهر نيويورك تايمز تعلنها. ارتفاع قيمة الصادرات الروسية بعد الحرب، وهي حقيقة مرة لا تستطيع أوروبا إنكارها، والنفط والغاز أهم رافد اقتصادي للروس من الدول الغربية. صدمة الغرب بسبب الاقتصاد الروسي تقابلها صدمة أخرى، ولكن للكيان الإسرائيلي، فبرغم تأكيدها أنها لا تزود أوكرانيا بالسلاح، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن وجود مصفحات إسرائيلية الصنع يستغلها الأوكران في حربهم ضد روسيا، ولكن لم يعرف كيف وصلت إلى أوكرانيا. والسؤال الأهم: كيف سيبرر الإسرائيليون ذلك للروس؟ يخرج مستشار الرئيس الأوكراني ويتحدث عن خطأ فادح ارتكبته بلاده بحق إسرائيل مؤخرا يمكن أن يؤثر على علاقتهما. كييف صوتت ضد إسرائيل حول قرار قانونية الاحتلال في فلسطين، وانضمت بذلك لروسيا وإيران. وماذا عن المصفحات أيها الأوكرانيون؟ ميدانيا الوضع يتغير يوما بعد يوم، فبعد استعادتها خرسون ها هي أوكرانيا تحشد قواتها على خط جبهة زاباروجيا، وزيلينسكي يتعهد بمواصلة طرد القوات الروسية خارج بلاده بعد انسحابها من خرسون. والدفاع الروسية تؤكد استمرار العمليات القتالية في جميع المحاور. يخرج وزير الخارجية الأوكراني ويدعو موسكو إلى التعامل مع المفاوضات بحسن نية. يرد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن موسكو لم تستخدم بعد ترسانتها الكاملة خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا، لكن كل شيء بأوانه، لافتا إلى أن بلاده تقاتل حلف الناتو والغرب وحدها، وهي قادرة على تدمير التحالفات المعادية. بينما قال ديمتري روغوزين الذي يترأس فريقا من المستشارين العسكريين الروس في إقليم دونباس إن الأسلحة الروسية الحديثة ستصل إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، لتعود صافرات الإنذار وتدوي في معظم مدن ومناطق أوكرانيا تأهبا لضربات روسية انتقاما لخسارتها خرسون. باي باي جيش أوروبا.
الاتحاد الأوروبي لم يعد كما كان سابقا، فاليوم تعصف به أزمات الأمن والسياسة والاقتصاد، الأمر الذي تسبب في اتساع الخلافات داخل الاتحاد وكثرت التحديات في أروقته، لا سيما وأن الاتحاد يعتمد بشدة على القوة الأمريكية لردع أي نزاع عسكري محتمل على أراضيه، وكانت محاولة لتشكيل جيش أوروبي لم تبصر النور بسبب تداعيات سياسية. ومع قرار موسكو وقف الغاز عن القارة الأوروبية وهي معضلة غير مسبوقة، إضافة إلى تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي، كذلك أزمة اللاجئين وعلاقات واشنطن ببكين التي تهدد القارة العجوز، يبدو أن أوروبا سترى جيشها الموحد فقط في الأحلام. استعراض للقوة الصينية. التهديدات وحدها لا تنفع، والتحذيرات صارت موضة قديمة، فلا بد لاستعراض القوة أحيانا ليعود الخصوم إلى رشدهم. هنا انطلقت في مدينة جوخاي جنوبي الصين فعاليات الدورة 14 لمعرض الصين الدولي للطيران، وتشارك في المعرض أكثر من 740 شركة من نحو 43 دولة. وكشفت بكين هذا العام عن أحدث من الطائرات المقاتلة والمسيرة العابرة للقارات. هناك كشفت بكين النقاب عن أسلحة فائقة القدرات، بينها وحش الصين الجوي، وهي طائرة النقل العسكري الصينية من طراز YU-20. بكين لم تكتفي بالمعرض لإيصال رسالتها لأمريكا وتايوان، حيث أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش الصيني أطلق 36 طائرة مقاتلة وقاذفات قنابل قرب جزيرة تايوان. وأضافت الوزارة أن 10 طائرات حلقت في اليوم الماضي فوق خط الوسط في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي الصيني. بينما شددت تايوان على عدم قبولها لسيادة الصين على الجزيرة، مؤكدة استقلالها التام عنها في تحد للرئيس الصيني، تايوان ترفض مقترح إقامة دولة واحدة. يبدو أن رسالة بكين لم تصل بعد، فهل يرد الصينيون برسالة أقوى؟ العراق يعيد ساعة الصفر. انشغلت دول العالم على مدار أشهر بالحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مسؤولاً أمريكياً أعاد التنبيه إلى إمكانية اندلاع حرب في الشرق الأوسط، أطرافها السعودية والعراق وإيران وبتدخل أمريكي، مع تراكم الخلافات في المنطقة. ويبدو أن العراق سيكون ساحة لهذه الحرب، فيا لتعاسة الشعب العراقي الذي لا يدري من أين ستأتيه الضربة القادمة. صحيفة بوليتيكو: المسؤولون الأمريكيون يراقبون تهديدا متزايدا من طهران للعراق، حيث تنشر الولايات المتحدة الآلاف من القوات والأفراد في عدد من القواعد العسكرية، حتى أن واشنطن جعلت قاذفتين نوويتين تحلقان فوق الشرق الأوسط برسالة تهديد لطهران. كل ذلك دفع بالجيشين الأمريكي والسعودي إلى رفع مستويات تأهب الأسبوع الماضي. بينما نشرت القناة 12 العبرية تقريرا رفعت عنه السرية حول استعداد سلاح الجو الإسرائيلي لتذليل العقبات في سبيل شن ضربات ناجحة على مواقع نووية إيرانية، لا مكان للبدناء والمترهلين. ومن استعدادات الجيوش الأجنبية إلى استعدادات من نوع آخر للجيش العراقي، الجيش العراقي يخير ضباطه المترهلين والبدناء بين ترشيق الوزن أو التقاعد، وذلك بحسب تقارير صحفية. الأحداث والتطورات. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدين خطابات الجماعات اليمينية المتطرفة في إسرائيل، مضيفة أنه تم إدراج المنظمة الصهيونية على قوائم الإرهاب. فلنصفق جميعا لهذه المسرحية الهزلية.
فيما رحبت فلسطين باعتماد لجنة أممية مختصة قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي يعتبره خرقا دبلوماسيا. مريم طفلة من أسرة عربية مهاجرة سلمها السوسيال لزوجين مثليين في السويد ليتبنيانها. مظاهرات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في مصر. نشطاء مناخ يطلقون أصوات عواء خلال خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقمة المناخ. نهاية درامية لملك العملات المشفرة الشاب الثلاثيني الشهير بانكمان فرايد مؤسسي FTX بخسارته 15 مليار دولار من ثروته خلال ساعات فقط. فماذا لو كان هذا الشاب أنت؟ بعدما كان التفاوض مع موسكو يعد خسارة في نظر الغرب، صار اليوم مطلبهم الأول ليقولها المحللون بلسان مصري: مكمل أول يا جماعة.